أنا صاحب حملة حجيج، وبعض الحجاج الذين يأتون معي يماطلون في دفع المبلغ الكامل المتفق عليه، ويدفعون نصف المبلغ فقط، والباقي يجعلونه كدين، علما بأني لم أتفق على ذلك، وعند رجوعنا يماطلون في دفع المبلغ، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ توجيهنا إما أنك تسمح عنهم، ولا أنك تطالبهم عند السلطة حتى يدفعون لك حقك. إما تسمح عنهم ولا تطالبهم عند السلطة، تشتكيهم وتحضرهم السلطة وتجبرهم على دفع المبلغ. نعم.